السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. فيديو النهاردة ان شاء الله احنا هنتكلم فيه على السورة العظيمة، السورة المزلزلة، السورة القوية، السورة التي ما قرأها احد بإذن الله وهو مسحور الا وعولج بإذن الله من السحر، السورة التي ما قرأها أحد عنده تعطيل أو عنده مس أو عنده مشكلة أو أزمة روحانية إلا وحباه الله أو وهبه الله الشفاء، السورة التي بإذن الله بتفيد يا جماعة إفادات كثيرة جدا. السورة يا جماعة لها أسرار ومعجزات كثيرة. السورة هي سورة الزلزلة. سورة الزلزلة من السور العظيمة جدا في القرآن الكريم واللي ليها أسرار كثيرة جدا، واللي اتكلمت عنها في أكثر من فايدة عن أسرار هذه السورة وإزاي يا جماعة إن السورة دي بتفيد في علاج السحر وعلاج المس وعلاج الحسد، وبتفيد أيضا في علاج الحزن وجلب السعادة وجلب الفرحة، وبتفيد أيضا في جلب الرزق، وبتفيد أيضا في قضاء الحاجات. والنهاردة بإذن الله أنا جايب لكم فوايد عظيمة جدا خاصة بهذه السورة، جايب لكم بإذن الله في الفيديو ده ثلاث أسرار أو ثلاث فوائد خاصين بسورة الزلزلة. الفائدة الأولى بإذن الله هتبقى لعلاج السحر والإصابات الروحانية، يعني لو كان عندك سحر أو كان عندك إصابة روحانية سواء كان حسد أو كان مس فعليك بإذن الله بهذه الفائدة، وبإذن الله السحر أو الحسد أو المس بإذن الله هيتعالج وهينتهي نهائيا. أما الفائدة الثانية بإذن الله اللي جايبها لكم النهاردة هي استخدام هذه السورة العظيمة لعلاج التعطيلات بكل أنواعه بقى، التعطيلات اللي هو تعطيل الرزق أو تعطيل العمل أو تعطيل الزواج، أي تعطيل مهما كان بإذن الله بعد ما بتقرأ هذه السورة بإذن الله التعطيل بإذن الله بينتهي نهائيا إن شاء الله. أما ثالث فايدة هكلمكم عليها النهاردة هي استخدام سورة الزلزلة لجلب الفرحة والسعادة والسرور. لو أنت عايز بإذن الله حياتك تبقى مليئة بالفرحة، جلب خبر مفرح، يجي لك خبر مفرح يسود قلبك، فبتعمل الفايدة دي إن شاء الله وبتتفاجأ بعدها بإذن الله من الخيرات والأرزاق. فهبدأ بإذن الله في ذكر الفوائد، بس قبل ما أبدأ اضغط على زر اللايك، اشترك في القناة، شارك الفيديو، الحاجات دي يا جماعة مهمة جدا، وإنت كده بتبقى ساهمت في الخير لأن إنت بتبقى ساعدت غيرك إن هو يذكر الله عز وجل ويدعو الله عز وجل. طيب، أول فايدة بإذن الله يا جماعة وهي فايدة خاصة بعلاج التعطيلات. لو انت فتاة بتعاني من تأخر في الزواج، او انت شاب بتعاني من تأخر في مجال العمل او حتى تأخر في مجال الزواج، او انت شخص بقالك فترة بتعاني الفقر او بتعاني قلة في المال وعايز الله عز وجل يرزقك من حيث لا تحتسب وتنزل عليك الاموال بإذن الله كالمطر، فبتعمل الفايدة دي ان شاء الله، والفايدة دي قوية جدا، وهي بإذن الله ان انت بتأتي في يوم الجمعة خاصة بعلاج التعطيلات، بتبدأها من يوم الجمعة وبتقرأ سورة الزلزلة كل يوم مرة صباحا ومرة مساء 7 مرات، يعني وبتيجي في المساء بعد ما بتقرأ سورة الزلزلة 7 مرات في الصباح وبتقرأها تاني 7 مرات في المساء، بتيجي في المساء بقى وبتسمع سورة البقرة، يعني بتقوم بسماع سورة البقرة. يعني انا مثلا قرأت بداية من يوم الجمعة سورة الزلزلة قرأتها 7 مرات في الصباح، اجي بقى في المساء اول ما بقرأ هذه السورة يا جماعة 7 مرات بالليل بسمع سورة البقرة مرة واحدة فقط بأي صوت لأي شيخ من المشايخ. تستمر على الموضوع ده 7 أيام، يعني عملت كده في اليوم الأول في اليوم الثاني في اليوم الثالث لحد ما تتم 7 أيام. أما الفائدة الثانية يا جماعة وزي ما قلت لكم هي لعلاج السحر والحسد والمس والإصابات الروحانية، ودي بإذن الله إن أنت بتيجي في الليل قبل صلاة الفجر كده بساعتين، والفائدة دي يا جماعة أنت بتعملها في يوم واحد بس وأنت هتحس بالنتيجة والفرق من أول يوم، وهي إن أنت بتيجي في جوف الليل واول حاجه بتعملها ان شاء الله هي ان انت بتقرا سوره الزلزله 7 مرات على كوبايه ميه، بتجيب كوبايه ميه وبتقرا عليها سوره الزلزله 7 مرات بس. في ال7 مرات اول ما بتيجي وبتوصل عند كلمه اشتاتا بتكررها 3 مرات، يعني انا وصلت عند كلمه اشتاتا اول اشتاتا 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 اكررها 3 مرات وبعد كده اكمل السوره لحد ما تتم ال7 مرات. بعد كده تنفس في الماء، يعني تنفخ في الماء شويه كده، بعد كده تشرب الميه دي او تشربها حتى للحد اللي هو عنده سحر او حسد او مس. بعد كده بتقرا ايه الكرسي 10 مرات، بعد كده الاسم العظيم ده 92 مره والاسم هو يا قهار، بتقول يا قهار 92 مره. الفائده الثالثه يا حبايبي وهي استخدام سوره الزلزله لجلب الفرحه وجلب السعاده وجلب الاخبار الحسنه وجلب الخيرات، وهي باذن الله ان انت بتاتي وبتفعل الفائده دي لمده 3 أيام متواصله، وبتبداها من جوف الليل وبتيجي في جوف الليل بإذن الله، وأول حاجة بتعملها هي تقرأ سورة الزلزلة 40 مرة، وبعد ما تقرأ سورة الزلزلة 40 مرة الاسم العظيم ده 101 مرة
والاسم هو يا رزاق، بتقول يا رزاق 101 مرة. بعد كده ان شاء الله بتقول الاسم العظيم ده 92 مرة، والاسم هو يا كريم، بتقول يا كريم 92 مرة. بعد كده بنيجي لاخر خطوة ان شاء الله، وهي انت بتقرأ سورة الواقعة مرة واحدة بس، وبتستمر على الفايدة دي ان شاء الله يا جماعة 3 ايام. باذن الله النتيجة والبشارة والبشرى المفرحة والخير الوفير باذن الله والفرحة باذن الله هتجيلك بعد ما تطبق الفايدة ان شاء الله، ممكن خلال 3 ايام، ممكن بعد 3 ايام مباشرة، بس باذن الله انت هتلاحظ ان في فرح وفي سعادة وفي اخبار مفرحة بدأت ان هي تجيلك باذن الله بعد ما تطبق الفايدة الخاصة بالفرحة. وطبعا هو كده الفايده تبقى خلصت، الفوائد يعني تبقى خلصوا، والفيديو يبقى خلص. انا لو عندك استفسار او حلم اكتب لي في التعليقات ان شاء الله ارد عليك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.